خلي بالك الهدف يعني هي شافت الناس، شوف ارجع للعبه من الاول، ارجع بس اللعبه من الاول يا سمير. بص تمركز حمود الخاطئ هنا، المفروض هو يكون راجع وشايف الباك ليفت من الاول والراجل يكون قدامه في صدره. هو لا، الكره اتعملت في مساحه اللي في ظهر حمودي واتعملت عرضيه. كولوبالي طبعا ما ينفعش ان انا اطلع وانا مدافع هنا يا كابتن حشيش في الحته طبعا دي. استحاله يعني استحالة. في حته في مساحه خطر زي دي اضعف في الايمان كورنر مثلا لازم على جنب بره في حته بعيده، حته بعيده خالص بعيده. خلينا نتكلم على الاهداف يا سمير، لسه هنتكلم ونناقش الحالات. خلينا نتكلم على دور سيد عبد الحفيظ اللي كان النهارده عمل حاجه مش عارف حضراتكم خدتوا بالكم منها ولا لا. بين الشوطين نزل بلال لقى حد من فريق جيما الاثيوبي بيتكلم على الحكم، فراح نازل على طول. خدت بالكم منها؟ نزل على طول قال له انت توك توك توك، لو تخلي بالك من كلامه انت توك. فالحته دي بتبين قد ايه سيد بيهتم بكل كبيره وصغيره، مش عايز اي حد ياثر على الحكم. عشان كده الحكم زي ما انت قلت تحديدا كان ماشي كويس قوي. اه طبعا يعني وده دور يعني وده الدور اللي موجود لمدير الكوره طبعا، الدور الاداري. وسيد عنده خبرات كبيره جدا في الحته دي، وعارف ان الحكام في افريقيا برضو بيتاثروا طبعا بعض الشيء. ممكن الحكم عنده شويه يعني متاثر شويه مع اصحاب الارض، مع اصحاب الارض ممكن شويه فاول يعديه، ممكن تسلل تلاقي اللاين مان برضو يعني اخذ يعني لو اه ولا لا خلاص يمشيها ما يحسبهاش يعني. فدي حاجات بتحصل في افريقيا واعتدنا عليها. بس انا عايز اقول لك برضو ان الحكام الافارقه بقوا متميزين جدا، بقوا متميزين بشكل كبير جدا. في الادوار النهائيه الحكم برضو بتاع المباراه اللي فاتت هنا في القاهره كان برضو حكم متميز بالزبط. ما بيحسبش اي حاجه يعني، مش اي حاجه يصفر عليها، بيدي الادفانتج على طول. وحكم النهائي الافريقي بصراحه كان متميز جدا جدا الحقيقه. حكام الافارقه الحقيقه بقى عندهم تفوق غير طبيعي، لياقتهم البدنيه بتسمح لهم داخل الملعب انه يشتغل كويس. يا رب دايما بتلاقيه متواجد جنب الكوره، دايما قراراته سليمه، دايما الحكم اللي تلاقيه عنده لياقه بدنيه جيده جدا تعرف ان قراراته كلها او 90% من قراراته تبقى جيده جدا. خلاص انه دايما بقى قريب من الكوره يا كابتن، ما عندوش مشكله في الحته دي. انما لما تبقى بينك وبين الكوره 30 40 متر هيبقى صعب جدا تاخد القرار، ولو خدت القرار هيبقى قرار مشكوك فيه. كمان اللي انا بشوت بيهم النهارده برده الاثنين لاين مان يعني ادائهم النهارده برده جيد جدا، مفيش قرارات مغالطه، كل حالات اعتقد ان كل حالات التسلل كلها حالات صحيحه جدا 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 تمام. واللي سابها برضو قرارات صحيحه جدا سواء اذا كانت للنادي الاهلي او لجيما. النهارده برضو وجود سيد في الحته دي وهكمل لك عليها. في تسلل علينا، في تسلل علينا كان يجي فينا جون. ما انا جالك الشوط الثاني، الشوط الاول الشوط الثاني في واحده برضو ناحيه الشوط الاول كان تسلل كان يجي فينا جون. اللي اتلعبت من الحارس ولا انا واحده؟ لا اللي اتلعبت حد يعني مش فاكر مين لعبها للفرود، كان كوليبالي وهو وحطها في. بص الكاميرا برضو تصويرها صعب شويه. لا كانت باينه، انا شايف الكوره دي، انا ما خدتش بالي منها. شايف لا كنت شايفها، لكن تعالى يا سمير نجيب الجول من الاول علشان نشوف نفس اللي عمله كوليبالي يا اسامه، نفس اللي عمله كوليبالي. الكوره دي بالظبط شريف اكرامي عملها قبل ما الهدف يجي. شريف اكرامي ناداله، دي لقطه سيد اهي، دي حاجه مهمه جدا جدا. توك 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 فعلا دي حاجه مهمه جدا يا بلال يا اسامه يا كابتن حشيش. لا هو كان في كلام من الجهاز، اكيد الجهاز الفني لفريق متابع من بره عاملين يضغطوا على الحكم. هو جري عشان عليه. الحكم ما يتاثرش. فاكيد ده دور برضه استاذ ابو حفيظ انه يروح يحس ان في طرف ثاني موجود برضه. طبعا يعني ده بس الحكم النهارده لازم صراحه نشيد بيه يعني. هايل الحكم الصومالي صراحه والطب بتاعه قبل الهدف يا اسامه. كوليبالي طلع كوره بس العكس، طلعها فشريف اكرامي بعد ما الكوره قال له طلع الكوره لبره، طلع الكوره لبره. الكوره كان فيها طبعا اول من كريم نيدفيد كان فيها بدلك. كوليبالي كان صعب جدا بقى كابتن حشيش. الكوره دي انا مش عايز احمل كوليبالي كل حاجه بصراحه، بس يعني انا مش عارف. بص انا عايز ارجع للهدف من الاول. ارجع يا سمير، يا ريت يا سمير ترجع للهدف من الاول.